السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسفين على التأخير، بس كل تأخيرة وفيها مليون تيرة. مليون مبروك. المستحيل ليس مصريا. المصريين قهروا الصعاب وصنعوا الإنجاز وروضوا الأفيال وصعدوا لدور الثمانية الحقيقة في مفاجأة لينا احنا شخصيا كمصريين. العنوان الحقيقة اللي انا ما كنتش مجهزه بس جه على دماغي حالا، احنا اسفين يا صلاح، احنا اسفين يا نني، احنا اسفين يا كيروش، اسفين يا كل رجالة منتخب مصر على كل اللي قلناه على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. انا عارف ان نقدنا كان تقيل وتوترنا كان صعب وشكينا شوية فيكو بسبب الاداء في دور المجموعات، لكن انتوا النهاردة اثبتوا لنا الحقيقة انه معدن الرجالة المصرية بيظهر وقت الجد ووقت الشدائد. النهاردة مباراة ولا اروع، وكان حرام تضيع مننا بعد المجهود والاداء والتكتيك والتنظيم والفرص اللي ضاعت من منتخب مصر. مليون مبروك، وانا عارف ان كل المصريين دلوقتي في منتهى الفرحة بصعودنا لدور الثمانية. اي نعم العقبة اللي جاية صعبة طبعا قدام اسود الاطلسي المنتخب المغربي، لكن احنا كده مرضيين قوي قوي قوي، زي ما بيقولوا كده ولاد البلد اتعشت ورزقت. خلينا النهاردة نغير الفورمة شوية بتاعت البرنامج، بدل ما نبدأ بأخبارنا هنبدأ مباشرة بحوارنا، لأنه لا حديث يعلو فوق انتصار منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية. مباشرة إلى الاستوديو التحليلي اللي مشرفه ومنور النهاردة اتنين من نجوم كرة القدم المصرية، كابتن الكبير وصخر الدفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر الكابتن هشام يكن. اهلا وسهلا كابتن هشام. اهلا بيك يا تامر، ومليون مبروك يا حبيبي. مبروك لينا كلنا ومبروك لمصر كلها. يعني الحمد لله. واحد من نجوم الكرة المصرية، دينامو خط وسط الاهلي في حوالي 37 جيل متعاقب في اجيال النادي الاهلي، الكابتن اسامة عرابي. اهلا وسهلا ومليون مبروك يا ابو الكباب. اهلا وسهلا بك يا استاذ تامر، والف مبروك للشعب المصري كله. استحقنا المباراة عن جدارة واستحقاق الحمد لله. يعني الحمد لله. احنا اسفين يا صلاح، مش كده؟ هو بص هقول لك على حاجه. طبعا يعني احنا الاحداث اللي مرينا بيها الفتره اللي فاتت، يعني احداث كلها كانت النتائج غير مبشره لكن يعني انا في التصريحات الاخرانيه قلت ان مصر هتصعد للادوار اللي جايه. كان عندك ثقه دي؟ من تجاربنا والفترات اللي فاتت بتقول ان مصر مش هتخرج بالشكل ده. يعني مش هنخرج بالاداء الوحش ده. طبعا. اكيد مصر هتكمل وهتخش مرحله اكبر، وفعلا النهارده اللعيبه لعبت بروح الجماعه. صحيح. الشكل التكتيكي، مش هقول ان الراجل هو اللي حاطه، انا عايز اقول ان الولاد فعلا ادوا مباراه قتاليه. صحيح. من الناحيه الدفاعيه، لان النهارده لما هنيجي نتكلم ما لحقناش ان احنا ندرب اللعيبه، ما لحقناش نعمل لهم بروجرام للتدريب، ما لحقناش نعمل اي حاجه غير ان الولاد استشعروا، وده الشيء الطبيعي، الحاجه اللي موجوده دايما في المصريين. الاستشعار بالخطر في اللحظه الاخرانيه خلتك تبرز النهارده احلى لقاء. النهارده ضيعت جوان. انت شايف؟ لا خلينا لسه شويه قبل الفنيات والفرص. بس انت شايف انه اهم ميزه النهارده لمنتخبنا هي الروح. انا قلت هو اللي هيجيب المنتخب المصري النهارده، مش الاداء، الروح اللي هتبقى موجوده، الانطباع. الولاد نازلين التركيز عالي، عينيهم اثناء النشيد الوطني وهم الكاميرات جايه عليهم، فعلا في تركيز عالي. ده يعني عارف بتدي، عارف زي ما تقول ايه، بتعمل التحام. يعني مش محتاج ان الموضوع يخليني ان انا اتكلم مثلا انا واسامه هنلعب ازاي مع بعض. شكل اللعيبه هم نازلين ادوك انطباع ان هم مقدرين المسؤوليه. فده كان الصفه الاساسيه، وده اللي خلانا ان احنا شكلنا في المباراه، فعلا تعمقنا في المباراه بشكل كبير جدا. احنا لعبنا كل المتاح في 120 دقيقه او بزياده. صحيح. كابتن أسامة، الحقيقة الروح مهمة جدا النهاردة كانت ظاهرة على أبطال ونجوم منتخبنا، والحقيقة لازم نعترف إن الروح دي عوضت فروق فنية كانت بتصب لصالح المنتخب كوت ديفوار. مظبوط. يعني إحنا معظم النقاد أو الجماهير حتى قبل اللقاء كانت قلقانة جدا من شكل أداء ساحل العاج أو كوت ديفوار في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، وشكل أداء المنتخب المصري، هو ده اللي كان جايب قلق عند الناس. صح. ولذلك أنا شايف رغم إن الماتش اللي عملوه كوت ديفوار قدام الجزائر طبعًا. أنا شايف إنه رغم إن بعض اللعيبة زعلوا إن مثلًا النقاد بيتكلموا عليهم أو المحللين أو بعض الجماهير، إحنا بنتكلم للصالح العام، لكن مش بنتكلم عشان نيأس اللعيبة
وانا شايف ان ده واحد من الدوافع اللي خلت كل واحد مركز جدا النهارده. انا عايز اقول لكم كده المفاجاه دي انه وانا بتفرج مع كابتن اسامه على المباراه قبل ما نطلع على الهواء قال لي كده بين الشوطين، قال لي الضغط والنقد الشديد اللي اتعرض له اللعيبه من الجماهير المصريه هي اللي خلتهم النهارده يطلعوا الروح القتاليه دي. مظبوط. يعني اكيد بيسمعوا في السوشيال ميديا، اكيد طبعا بيشوفوا، اكيد. وصلاح قال كده على فكره في المؤتمر الصحفي. مظبوط، وصلاح قال كده، لكن انا شايف ان هي ايجابيه. لو اتسابوا ان الامور كويسه واحنا كويسين صح قوي، واحنا انت النهارده استاذ الاختلاف كبير جدا 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 في كل حاجه. في بدايه مستر كروش اختار التشكيل كويس واختار ثلاثه في وسط الملعب، نيجي نتكلم قفله كويس مع الناس اللي ورا. تغييرات كانت في معظمها منطقي، ما فيش تاليف كتير. دي المرحله الاولى، لكن كمان اللعيبه ادت بروح ثلاث أربع مرات من اللي احنا شفناه قبل كده. صحيح. ولذلك هو لازم الناس اللعيبة تفهم انه الجماهير او النقاد لما بينتقدوهم ده حب، هم نفسهم يعملوا اي حاجة. يعني شوف النهاردة الانطباع اللي هيبقى عند الشعب المصري كله ايه؟ ميسي الاحداث اللي فاتت. مظبوط. يعني اللي اللي كانت قال قبل كده دلوقتي هيقول لك بالمستوى ده احنا عايزين ناخد البطوله. صح. يعني هتلاقي ايوه برافو عليك. يعني هم اجبروني النهارده اطلع اقول لهم احنا اسفين يا كروش، اسفين يا صلاح، اسفين على كل كلمه نقد. مظبوط. فالانطباع اللي كان متاخد من الثلاث ماتشات اللي فاتت هم اللي ادوه للجماهير والنقاد. والانطباع ومش عيب ان جمهورك يهزك، لا يهزك عشان تفوق. طبعا. وده اللي حصل. يعني بصراحه كانت روح عاليه جدا، كل الناس اللي ابتدوا او اللي غيروا كانوا بيموتوا، حتى في اللحظات اللي كان لان ماتش 120 دقيقه صح، لحظات كان بيقل فيها النواحي البدنيه شويه، برضو تحس ان في اصرار، في تصميم. مظبوط. مفيش يعني انا بصراحه استغربت، احنا كلنا شفنا اللياقه البدنيه معدلها نزل قوي في اخر 90 دقيقه. مظبوط. فوجئنا ان احنا اللي متسيدين الاكسترا تايم. مظبوط. فده معناه ان انت بتلعب بقى بروح وجايب طاقات. مظبوط. مش يعني انا ممكن اكون بتدرب، انا ممكن اكون مجهد، انتساش اللعيبه دي يعني مرت الفتره اللي فاتت ببطوله العربيه ورجعوا من البطوله العربيه على طول على بطوله. مظبوط. امم، وسفر وجهد وحر ورطوبه واجواء متغيره في كل قصه، فاهم؟ فالروح النهارده كان سبب رئيسي، لان زي ما قلنا والكابتن اسامه قال ان احنا النهارده بنلعب اللعيبه بتستمد قوتها من الجماهير، لان الجماهير لما غضبت عليهم حسوا بالغضب ده. صح. فحبوا ان هم النهارده يقولوا لا احنا مش كده يا جماعه، وده شيء طبيعي. اي واحد فينا لما بيحس بالغضب الجماهير لازم يعدل اداؤه بسرعه ولازم يفكر. يعني انت معانا انه الغضب اللي كان على اداء اللعيبه في دور المجموعات هو السبب، هو السبب الرئيسي. ما هو لو انا النهارده ما انتقدتش اللعيبه على اسلوب الاداء بتاعهم، وفي رعونه في الاداء، بينزل اللعيب بيحس ان هو بيأدي المباراه بشكل فردي، ممكن تقول ان هو مش مركز مع مجموعه، هدفه ان هو عايز يحترف، هو اللي هم المجموعه اللي مش المجموعه المحترفه بتخاف على نفسها. ففي حاجات كتير جدا، عارف يا تامر، مخليه الواحد النهارده كان لازم يحصل كده. مزبوط. كان لازم نضغط على اللعيبه، كان لازم نحس اللعيبه ان احنا البطوله ما تعديش مننا، ما كان لازم ان احنا نلغي التصريح بتاع كروش لما قالك انا مش جاي علشان اخد البطوله. مزبوط. انت فاهم انا النهارده يا كابتن هشام في فكره الروح دي، انا مستغرب النهارده رغم فارق القوه البدنيه بيننا وبين كوت ديفوار الالتحامات معظمها لينا. لا انت عليت، انت 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 عالي، انت وصلت لمرحله فعلا الادراك الحسي، فعشان كده اللعيبه ادت المباراه بشكل جميل. احنا بس الحاجه الوحيده اللي كنا ما بنمتلكهاش او اللي هي كان بتاع التسرع في احراز الهدف. انت النهارده تطلع 4-5. اه صحيح. يعني انت النهارده تطلع 4-5 4-5-1، يعني 4-1 او 5-1. هم ليهم فرصه او اثنين، احنا لينا 5-6 فرص. لا واكدين، يعني مش مثلا انت بتتكلم مثلا على فرصه مثلا يعني مثلا جايه شويه داخل شوط كوره بس كده، لا كان في توغل في دفاعات الفرقه. فعشان كده الفكر ما ارتبطش بالتدريب. مزبوط. هو ارتبط بالغضب بتاع الجماهير. صح. يعني عندك حق. تعالوا نخش شويه فنيات، والحقيقه اللي خلانا نقول كمان
لا الراجل بيفهم كيروش انه رغم كل النقد ورغم كل الضغط ورغم كل الرفض لخطته وطريقته، لكن هو استمر بيها. بس النهارده يمكن التوظيف هو اللي كويس. مظبوط، هو فعلا ما فيش شك انه لما الناس بتنتقد مستر كروش ما بتنتقدش اسمه او تاريخه، هو صحيح. تاريخ كبير، بس هو فعلا من ساعه ما جه المنتخب من مباراتين ليبيا ثم انجولا ثم البطوله العربيه ثم لغايه الماتش بتاع النهارده، كان فعلا بيغير كتير جدا في مراكز اللاعبين، في اختياراته للاعبين، في قناعاته باللاعبين. يعني تلاقي واحد مقتنع بيه فجاه تلاقيه بره خالص. واحد بيلعب ناحيه اليمين والناس كلها شايفه ان هو مميز قوي ناحيه اليمين، عايز يوديه ناحيه الشمال. ده موجود في الكوره، انك انت اللي هي بنقول عليها المرونه الخططيه او التكتيكيه. يعني انا مثلا واحد من الناس كنت بلعب في اكتر من مكان. مظبوط. نفس الشيء في لعيبه كتير في تاريخ مصر كده، لكن مش شرط ان كل اللاعبين اقدر اودي مصطفى محمد يبقى جناح يمين، ممكن ما ينجحش فيها، اودي شريف جناح، اودي احمد ياسر، او ممكن اعمل ده في الماتشات التجريبيه. ايوه، او اعملها في الماتشات التجريبيه. والناس كانت زعلانه منه في موضوع تصريحاته، ان هو يعني احساسنا انه هو كانه بيقلل مننا في مباراه البطوله العربيه او الافريقيه، ان احنا يعني احنا بعيد مش هناخد البطوله. ده مش حقيقي، احنا عندنا لعيبه كويسين، وده اكيد هو نفسه الموضوع ده اتاكد له النهارده. طبعا بتلعب فرقه كبيره على فكرة جدا. فكره النهارده انا كنت بتابع وانا بتفرج لما الكاميرا كانت بتيجي على كروش سواء اثناء المباراه او في البنالتيات، وشه النهارده مرتاح. طبعا، يعني هو فرحان ان دي اللعيبه اللي هو هيعرف يستخدمها. مظبوط. فالنهارده ابتدى بشكل كويس، واللعيبه كمان ساعدته بقولنا بالروح العاليه اللي كانوا بيلعبوا بيها والتنظيم طب ايه اللي اتغير في توظيفه النهارده وخلى الفرق يبان كده؟ لا هو ما اتغيرش حاجه، هو لعب بنفس الاسلوب بس. لا مش في الطريقه، في التوظيف. في التوظيف، اولا هو طبعا مبدئيا لعب بالاربعه لورا، رجوع ابو الفتوح طبعا قوه ناحيه الشمال. طبعا ايمن اشرف لعيب كويس جدا، ولكن مش اصلا ظهير ايسر، يعني بيلعب سنتر باك اكتر. ابو الفتوح هو الباك الاساسي دلوقتي في فرقت كتير. وجود الثلاثه بتوع نص الملعب، حط حمدي فتحي امام المدافعين، ودي كانت مهمه جدا، وعلى يمينه النني، وده الدور اللي بيلعبه حمدي فتحي مع الاهلي. مظبوط. وشماله السوليه، والثلاثه هم اللي قدام، وعمر كمال وعبد المنعم وحجازي طبعا في الرباعي. مظبوط. فتغييرته النهارده انه فاهم ان فرقه كوت ديفوار اكتر ما يميزها لعيبه نص الملعب مهاريين جدا، وده شفناه النهارده في اوقات كتيره. مظبوط. وبالذات الفترات الاولى من اللقاء لما اللعيبه كانت لسه شايفه ماتش الجزائر في دماغها. صح، كانت كانوا نازلين بسكه ماتش الجزائر. هم نازلين بسكه ماتش الجزائر، واحنا محرصين قوي من اللي احنا شفناه برده في ماتش الجزائر. وده صح. وفعلا هم مهاريين جدا، سواء فرانك كيسي اللي هو اتصاب وطلع، وده كان الف سلام عليه طبعا، بس كانت نعمه كبيره، نعمه كبيره طبعا. وسوريه وسنجاري اللي هو رقم 18، ثلاثه بتوع نص الملعب دول هايلين، مع بيبي ناحيه الجناح وماكس جراديل ويلر. السته اللي قدام عندهم مهاره وتقارب بينهم من بعض في نقل الكره بطريقه ممكن ما تلاقيهاش حتى في اي فرقه في اللي جايين. صح. فانت هو حط حمدي والنني يمينه والسوليه شماله عشان يقفلوا كويس. السوليه يقفل مع ابو الفتوح، النني يقفل مع عمر كمال، وحمدي فتحي يبقى مامن حجازي ليبرو وسط الملعب. ايوه، مامن حجازي وعبد المنعم. دي اول نجاح النهارده في الخطه، ما نزلش عايز يضغط من قدام قوي وفاتح الخطوط. كل ما كنت هتفتح الخطوط مع فرقه زي كوت ديفوار هتتعور، هتتعب جدا. تتعور، لانهم هم سرعة في الانتقال ده اللي عملوه الجزائر. مظبوط. صح. والاندفاع والانتقال، انت ضيقت عليهم المساحات قوي. واللعيبه كانت من الايام اللي انت بتبقى فرحان فيها كمدرب ان اللعيبه تنفذ اللي انت قايله واكتر من اللي انت قايله. صح. يعني كل واحد النهارده بيأدي اداء مميز، صحيح في درجات بينهم، ولكن كلهم بلا استثناء كانوا بيحاولوا على معديين المتوسط بتاعهم على اقصى حاجه. يعني كل واحد مطلع اقصى حاجه، متمركز مظبوط، بيأدي اللي هو دور منه، مفيش هزه لما بيمسكوا الكوره، لغايه لما الماتش مشي دخل واحده واحده. صح. بعد 20 دقيقه 25 دقيقه ابتدينا بقى نتسيد اللقاء، وابتدت الجرأه تيجي في ان احنا والفرص نضغط من قدام ونفرص من اول شوطة مرمى اللي جت في العارضه. طيب خلونا نروح لفاصل، بعد الفاصل هرجع اسال الكابتن هشام يكن عن مفاجاه بالنسبه لي
ساره جدا جدا جدا، ويمكن هو اكتر واحد يعرف يتكلم عنه لانه بيشغل مركزه، هو محمد عبد المنعم. النهارده اداء عظيم على مستوى ال 90 دقيقه وال 120 دقيقه، وما حسناش بغياب الونش، وكمان ثبات وابداع في ضربه الجزاء اللي هو احرزها. هنرجع نتكلم عن نجوم المباراه بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. استوديو اخر النهار، استوديو الانتصار والفرحه بتجاوزنا لعقبه الافيال في دور الثمانيه، في دور الستاشر، وان شاء الله عقبال المغرب في دور الثمانيه، مع كل احترام للاشقاء المغاربه. قبل الفاصل كنت بسال الكابتن هشام ياكن عن المفاجاه الساره جدا بالشاب الجديد اللي في مركز المساك محمد عبد المنعم، واداء الحقيقه ما يقولكش ان ده اول بطوله دوليه رسميه يلعبها. اه طبعا، النهارده محمد فعلا عمل مباراه جيده جدا جدا، كان عنده توفيق كبير قوي طبعا من ربنا في دوره في هذا المكان، لان انت عارف هذا المكان لما بيبقى من الصعب دلوقتي انك تلاقي مميزين فيه. صح. فالنهارده لا، والاخطاء فيه مش وارده بالظبط، وخصوصا ان الفريق ده يعني لما تيجي تبص وتحلل المواقف بتاعتهم جوه الملعب، اللعيبه اللي موجوده بتمسك الكوره جوه ال 18 عندها ثبات انفعالي غير طبيعي، وبيحط الكوره في المساحه اللي في ظهر الباك. صح. او في ظهر المدافع. مزبوط. يعني تبص على كل كوره هتلاقيه داخل يهوش يروح حاططها سنه، يكون اللي داخل وايه معدي ورايح. فدي حاجة مش سهلة انك انت تبقى لعيبة فاتح دماغك ومفكر وبتشتغل على المواقف اللي بتحصل. فهو كان وعنده هدوء وثقة الحقيقة، الحمد لله يحصل عليها، لان كل دي ضربة جزاء. يعني انت عارف لما تيجي تخش وتلاقي واحد راح حاططها للراجل والتاني يبقى داخل، انسبات المدافع دايما في الحالات اللي زي كده ان هو اكيد هيشوط او اكيد هيعملها عرضية، انت فاهم؟ صح. فدايما الاستعداد بتاعه ما بيبقاش عامل حساب ان هو ممكن يعملها تاتش كده. مظبوط. يعني الحاجات دي بتبقى صعبه، فدي ممكن تسبب ضربات جزاء. لكن النهارده يعني حجازي وتوجيهاته لمحمد النهارده فعلا قاموا بدور حلو، وانا شايف ان يعني محمد مستقبل كبير. 22 سنه لسه جنب الونش طبعا، يعني لان خلي بالك انا برضو مش عايزه يعني اركب الونش ثابت بقاله فتره طويله. لا طبعا، انا بقول لك ما حسناش بغياب الونش بسبب الاداء الحلو بتاع منعم. فالنهارده انت بتكتسب لاعب اخر بعد ما كنت النهارده ما عندكش مدافعين موجودين في مصر. يعني انت لما تيجي تبص النهارده في جميع الانديه النهارده الاحتياطي بتاعك مين؟ ما انت النهارده منتخب المنتخب بتاعك لازم يكون، عشان يبقى منتخب قوي لازم يكون عنده اللاعب البديل القوي. صح. علشان تقدر تاخد من الاثنين. وانت النهارده لو انا النهارده ما عنديش فرق بين اللي جوه واللي بره. بالظبط. فلما تيجي النهارده تحس ان النهارده الونش بقى عنده دلوقتي محمد، اتفرج على التفاعل ما بينهم وما بين بعض، ان هم كله هيبقى فيه تميز في الدوري العام حتى بالنسبه ليهم. صح. يعني هتلاقي الاداء بتاعهم هيخش في الصراع اللي هو من احسن من الاحدث، فده بينتج لعيبه مميزه. مظبوط. وكله في مصلحه المنتخب. بالظبط. كابتن اسامه، النهارده يبدو ان ثقه كيروش في مرموش وصبره عليه اتى بنتيجه. انا واحد من الناس كنت من الناس اللي بتطالب ان مرموش يقعد شويه، مش عشان حاجه، مرموش لعيب كويس واعد وطبعا بيأدي في الدوري الالماني بشكل كويس، وماتشين ليبيا اداهم بشكل كويس، لكن فعلا حالته في الثلاث ماتشات اللي فاتوا كان بعيد، تستدعي كان تستدعي ان انا واحد من الناس بقول ان واحد زي رمضان صبحي كان لازم ياخد فرصه. لكن هو النهارده زي ما قلت في لعيبه كتير، مش هو بس اللي كان وحش في الاداء على فكره في الماتشات اللي فاتت، ناس كتير، بس انا بتكلم على حالته هو. كان بعيد، لكن النهارده حاول كتير قوي عن الماتشات اللي فاتت، سواء في الرجوع للدفاع لمسانده ابو الفتوح وقفل الجنب الصعب بتاع فرقه كوت ديفوار اللي فيه بيبي ده طبعا. لعيب هايل اللي هو الاشول نمره 19، ساعد في بعض الفرص اللي جت، وطبعا اول كوره ادت جرأة للمنتخب المصري اللي هو انا في رايي ان الكوره بتاعته دي ادت دفعه اللي دخلتنا الجيم. مظبوط. كنا قبل، لو تاخد بالك قبل الكوره دي احنا تقريبا ما بنعديش نص الملعب. مظبوط. هي كانت في الدقيقه 16 17 كده شاطها وضربت في العارضه حلوه جدا، فطبعا دي ادت كمان ثقه اللعيبه تتقدم لقدام اكتر. صح. فما فيش شك النهارده مرموش ادى افضل كتير جدا من الثلاث ماتشات،
نتمنى ان هو يستمر على كده الفتره الجايه في الماتشات اللي جايه. واتمنى برضو من مستر كروش انه يبص لرمضان شويه. يعني رمضان صبحي لعيب هي كويس. خد بالك كابتن اسامه وكابتن هشام، وعايز اناقشكم في النقطه دي. واضح ان كروش عنده ترتيب مش مستعد يغيره. يعني هو عنده في الجبهه الشمال واضح انه الترتيب بالارقام كده، مرموش ثم تريزيجي ثم رمضان. اه طبعا مش مستعد يغيره في اي مره. يعني النهارده مثلا مرموش قرر يخرجه رغم كل انتقاداتنا لتريزيجيه، مش عشان تريزيجيه وحش بس عشان مش جاهز. ومع ذلك هو نمره 2 عنده، مفيش هزار. فيبدو ان هو فعلا عنده ترتيب ومش مستعد يغيره. الترتيب ده موجود نتيجه انك انت في العناصر اللي موجوده عنده في المنتخب والافضليه في المكانين اللي هم الطرفين، عندك زيزو ومحمد صلاح، وعندك رمضان صبحي وجريزديه ومرموش. فانت عندك هنا ثلاثة وعندك الناحية اثنين، وممكن محمد شريف كمان يميل ناحية من الناحيتين. يعني عنده الخط اللي قدام ده عنده البديل. لكن ما تيجي النهاردة بتبص عنده ايه اللي ناقص؟ عنده ناقص في سنتر فيرود مع لا غير سنتر فيرود. يعني النهاردة احنا الثلاثة بنتفرج وهو بيشيل وبيطلع مرموش. ما انا بقول لك كلنا قلنا نزل رمضان، لا هو برضه نزل تريزيجيه حسب ترتيب اللي عنده، ترتيب الجدول اللي عنده طبعا. ما هو اكيد. بس احنا برضو لما نيجي نرجع نفكر برضو في الموضوع، هو ما عندوش البدايل، فعشان كده تلاقيه جوه الملعب بيحرك لعيبه كتير. يعني دايما بيدور على اللعيب يبقى عنده وظيفتين، ما بيدورش على اللعيب اللي عنده. لا ثانيه واحده، دي نقطه مهمه. ده معناها معناها هنا كابتن اسامه الجمله اللي قالها كابتن هشام ان هو مش واثق في الدكه اللي معاه. لا مش بتكلم على السبب، اصل هو خد بالك ما طالما ما عندوش بدايل وبيوظف اللعيبه اللي جوه باكتر من دور، لا ده معناها ان هو عارف ان اللي هينزل مش هيقديله. لا هو كل مدير فني بيبقى طبيعي في اللعيبه اللي بتروح معاه اي بطوله او حتى في النادي، لازم يكون مثلا انا تكويني 25 لاعب على الاقل، فيهم 7 8 9 بيكونوا لعبوا في اكتر من مكان. هنسميها مرونه خططيه او مرونه دكت. يعني عمر كمال يقدر يتصرف عشان لو حد حصل حاجه. اصلا ايه هاب ليفت صح، هاف يمين، لا هاف يمين انت فاهم، انه يلعب باك رايت تمام انت فاهم، مأدي بيأدي في فرق لا بيؤدي لا انا فاهم هو بيؤدي، بس النهارده قفل على جرادين ما حسيناش بيه بصراحه. يعني برضه انا عايز اقول لك جدا في النهارده في الماتش للمركز بيأدي صح. لعيب مؤدي يعني ايه، لكن لو لعب في مكانه هيأدي احسن من كده اكيد. لكن هو هتيجي تبص للتكوين او التشريح بتاعه بتاع الموقف كباك رايت. يعني انت مثلا ايه بتلاحظ بعض الكرات مثلا لما بيجي يرفع الاوفر بيه كام كره واحنا قاعدين، يعني طبعا صح فدي بتاعت باك رايت بيبقى ليه مواصفات معينه مزبوط. للحته دي، لان اللعيب اللي بيلعب على اللاين ده بيبقى وضعه وتحركاته مختلفه عن اللعيب اللي بيلعب جوه الملعب صح، او اللي بيلعب على الاطراف اللي قدام. فبيبقى في حجم، هو عنده 80 يارده 90 يارده يقوم بيهم انت فاهم. دي عمليه صعبه جدا صح. عايزه نفس وعايزه امكانيات وعايزه واحد يكون بس ده سبب. لكن هو ده سببه انه هو وضع في الموقف ده بسبب اصابه اكرم. لكن انا بقول ايه الحته اللي انا بتكلم فيها ايه ان الراجل بيغير في الاثنين المكانين اللي موجودين، لكن لما تيجي تغير في الخط الدفاعي مثلا او نص الملعب، مين البديل؟ يعني مين البديل في نص الملعب مثلا مكان حمدي فتحي لما نزل؟ اضطر انه لعب زيزو، وهو زيزو اصلا ما بيلعبش في الحته اللي بلعبه هاف تحت. ما هو ده اللي انا بقوله لك كابتن هشام، انه انا معايا انا معايا دي ايه؟ دي اختياراتي. يعني انا كيروش انا اللي مختار القايمه 25، ده حتى ما رضيش ياخد الثلاثه الزياده بتوع 28، خد لك 25 بس. انا معايا مهند لاشي صح؟ ما استفدتش بيه ليه؟ ما هو ده اللي انا بساله لك، انه معنى كده انه عارف انه اللي على الدكه مش هيأدي له نفس الاداء اللي موجود من الاساس. هناك فوارق. يبقى انا بقى انا بتكلم دي قناعاته. هو طب خدته ليه؟ لا هو ما هو طبيعي انا باخد 25 لاعب مثلا اكيد في فوارق. ما هو محمد صلاح غير فلان غير فلان، مليون في المية. الشناوي غير فلان غير فلان، ده طبيعي في اي فريق سواء نادي او منتخب. بس خد بالك يا كابتن اسامه، في المنتخب ولكن في المنتخب في قوام زي ما حضرتك قلت. بس انا رايي انا مختلف معاك شويه في العدد. انت قلت في 8 9 هم الاساسيين عندي. لا في المنتخب بيقدروا يلعبوا مرونه تكتيكيه في اكتر من مركز. ماشي، بس انا بتكلم انا لو مدير فني وعندي قايمه فيها 25 لاعب، على الاقل منهم 14 15 هم دول اللي انا بثق فيهم قوي. طبعا صح، اي مدير فني كده. هو بقى عنده ال 11 الاساسيين وعنده مشكله في الباقي.
يعني في عدم ثقه شويه في الباقي. معلش، هو عدم ثقه هو اللي موصلها لنفسه في كده. هو لو كان بيدي شريف من بدري في راس الحربه كان هيبقى مميز قوي مع مصطفى محمد. لو كان بيدي زيزو من بدري كتير مزبوط. كان بينزل يفيده. لو كان بيدي واحد زي رمضان صبحي، انا مزدت مصر ناحيه الشمال كتير، كان هيبقى عايز جايزين. لو كان هيدي هو اللي زنق نفسه في الدايره دي، هو اللي زنق نفسه في الدايره دي، لان هو راهن على ناس في البطوله العربيه وبعدهم خالص. صح. يعني باستثناء عمر كمال هو ده اللي استفاده فعلا، والنهارده كان من نجوم اللقاء زي خط الظهر كله، وزيزو طبعا مزبوط. بس هو زيزو كلنا كنا بنادي بيه، لكن انا بتكلم على عمر. البطوله العربيه كان مصر مثلا على احمد رفعت واستبعده خالص، كان مصر على مروان حمدي كراس حربه ودلوقتي مش موجود خالص. ما احمد رفعت لانه في ثلاثه زي ما احنا قلنا في مكانه، مرموش وتريزيجيه ورمضان، صعب يعني مع رغم ان احمد لعيب كويس قوي بس صعب اخد اكتر من ثلاثه في المركز ده. لكن احنا بنتكلم مثلا في مركز راس الحربه، هو ضيع فيه وقت كتير قوي، واحنا كلنا شايفين ان شريف قريب قوي من مصطفى، او ممكن ده يلعب هو بديله او بديله. صح. في مراكز تانية برضو عمل فيها كده يعني، لكن كويس ان هو النهارده يعني ما جذبش، استقر يعني على الشكل، يعني اشتغل استقر على الشكل اللي هو يعني خلاص قريب قوي من كل الناس بتتمناه، يعني باستثناء حاجه بسيطه. صح. واحده بتاع تقريبا. وطبعا وفي ميزه، في ميزه مهمه لازم نقولها وهي تحسب لكيروش وتحسب طبعا. لي مرموش والناحية التانية كمان لصلاح. ان رغم انه فتوح باك بيتقال دايما ان دفاعه مش كويس قوي، وعمر كمال بيتقال ان دفاعه مش كويس قوي، النهاردة الجناحين بتوع كوت ديفوار ما حسناش بيهم، جراديل ولا بيه ولا زاه. دي من مرموش ومن صلاح، بس كمان اكتر من ثلاثة بتوع نص الملعب. يعني النهاردة احسن ماتش لنص الملعب، نص الملعب يعني سواء النني سواء حمدي فتحي سواء السولية، قاموا بدورهم كويس. يعني قاموا بدورهم كويس جدا في القفل مع ابو الفتوح وعمر كمال. بصراحه كوت ديفوار في الاجنحه ما حسناش بيهم مظبوط، يعني او قللناها قوي قوي. هم برضه ليهم بعض الفرص. خلينا الواحد يوسع صدره شويه، هو كسبان يوسع صدره يقول لك ما حسناش بيهم. وسعهاش قوي كده. لكن هم طبعا فرقه كبيره. يعني انا اللي بسطني ان فعلا دي واحدة من أحسن فرقتين ثلاثة في البطولة في حقيقي. صحيح. حقيقي. صحيح. طيب. يعني مميزين يعني. بصراحة إحنا يعني داخلين الماتش وفرصنا وتوقعاتنا ما كانتش هايلة يعني في أحسن حالاتها. عشان الانطباع اللي خدناه من الثلاث ماتشات. طبيعي. فكون إن أنت تعمل الماتش ده على كوت ديفوار وتبقى أنت اللي ليك اليد العليا. مظبوط. وفرصك هي الأكتر. وهنروح لفاصل دلوقتي، نرجع بقى بعد الفاصل نتكلم انه هايل ان انت تخلق كل الفرص دي على منتخب زي كوت ديفوار، بس الوحش ان انت تضيعها كلها. الفينش خصوصا ان انت عندك احسن فينشر في العالم، احسن منهي للهجمات في العالم، محتاجه نتكلم فيها شويه بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفرحه وبعد الفاصل. وكنت بسأل نجومي عن ظاهرة النهاردة بانت قوي، وهي فكرة إهدار الفرص السهلة. أنت في المباريات الكبيرة اللي زي دي، وأنت داخل كمان بقى على دور الثمانية وهتلاعب فرقة كبيرة قوي اسمها المغرب، فكرة أن أنت يجي لك فرصة واثنين وثلاثة واربعة سهلين وتضيعهم، ده مش هيتوفر لك كتير. والنهاردة ربنا كرمنا أنه ضربات الجزاء مالت لمصلحتنا. لو كنا خسرنا كان زماننا دلوقتي بنعض أصابع الندم على الفرص الكتير اللي ضاعت. وده غريب برضو يا كابتن اسامه، انه في ظل وجود احسن لاعبي العالم عندنا والناس اللي في الدوري الانجليزي بيتكلموا ان هو بيسجل من ربع فرصه. مظبوط. هو النهارده واضح انه القلق من فريق ساحل العاج مخليك متوتر شويه، متوتر في استعجال شويه في بعض الفرص. طبعا في حاجات فيها عدم توفيق طبعًا. زي التسديده بتاعت مرموش اللي في العارضه، شوطه صلاح اللي طلعها جون. يعني في حاجات اتعملت كويس، ولكن في حاجات كان فيها رعونه شويه واستعجال من التوتر والقلق بتاع المباراه. مزبوط. اعتقد يعني الطبيعي المفروض بعد الماتش ده الثقه هتبقى كبيره قوي في للاعيبه المنتخب. طبعا ترجع لهم الثقه بتاعتهم كتير جدا. مزبوط. يعني الموضوع النهارده قبل الثلاث ماتشات اللي فاتوا حاجه، وبعد ماتش النهارده حاجه. صح. التفكير. صح. حتى للشعب كله هيبقى تفكير مختلف. خلاص انا النهارده بجد كمشجع مصري بفكر في البطوله. أيوة ليه خلاص. لا ايوه مظبوط. قبل الماتش دي كنت بقول يا رب بس يبقى شكلنا حلو. مظبوط. فانا شايف ان ممكن تكون من احد الاسباب حته التوتر والاستعجال
من القلق اللي كان قبل الماتش، فممكن لما الامور تبقى فيها ثقه اكتر في نفسهم وحسوا بالحاله اللي هم كانوا فيها النهارده ديت، يمكن ان شاء الله الماتشات الجايه هتلاقي يعني الامور خفت شويه في التوتر. بس طبعا كمان في حاجات الملعب شويه بيضايق اللعيبه في بعض الفرص، مش طبعًا كلها طبعا، ارضيه الملعب طبعا سيئه جدا، ارضيه الملعب فعلا بتعطل بعض الكرات وبتبان جدا مع محمد صلاح. صح، يعني محمد صلاح في حاجات طبعا الملاعب الاوروبيه او الانجليزيه لا ده حاجه ثانيه خالص، بيلعبوا على سجاد ايراني، الكره ساعات وهو ماشي بتتعطل. صح، جزء من الثانيه ده بيتعطل. صح، بتلاقي التكتل عليه برضو، فدي ممكن تكون. بس النهارده كمان احسن ظهور لصلاح، احسن ظهور لصلاح واحسن ظهور للفرقه كلها للعناصر كلها. مظبوط، ودي بقول لك من الحاجات اللي تفرح المدرب جدا، انك تلاقي اللعيبه يومها، يعني كل اللاعبين البديين وكل اللي بينزلوا بيأدوا، كل يعني احنا الماتشات اللي فاتت كان كل اللعيبه مش يوم دور الشناوي كويس، صح، نزل شويه كويس، صح، مش عارف فلان لعب ربع ساعه كويس، لكن كل النهارده اداء رائع. صحيح، والمدافعين بصراحه عملوا اداء اكتر من رائع. كابتن هشام، فكره نجوميه صلاح الاستثنائيه وكمان ان هو شايل شرط الكابتن، في ناس كتير ما تعرفش ان دي ضغوط، وفكره انها مش شرف بس ان انا كابتن الفرقه، لا ده انا كل الانظار موجهه عليا ومنتخب مصر كله الناس مش شايلينه على كتافنا. اكيد طبعا، يعني محمد اكيد طبعا وصل له الرساله وزعلانين طبعا، او هو زعلان ممكن ان يكون ان اداؤه مع المنتخب المصري مختلف عن اداؤه في ليفربول، فدي طبعا نقطه مهمه جدا في حياته، اكيد بيفكر فيها وبيفكر ازاي ان هو ممكن يغير النمط ده. لكن انت النهارده، انا اغير النمط ده لما يتغير معايا اللي هيغذيني. يعني انا النهارده ما فيش هينفع القلب هيشتغل وانا والشريان بتاعي ما بيغذينش دم. صح، يعني انت فاهم، هو مفروض ان عمليه التغذيه تيجي من خلال اللعيبه اللي موجودين في نص الملعب، وده اللي حصل شويه النهارده، وده اللي حصل النهارده، السرعه في الاداء شويه اتحركنا. يعني عارف لو احنا النهارده كان في سرعه في الحركه اكتر ونقل الكوره من خلف النص الملعب، لان المساحات اللي كانت موجوده ما بين لعيبه مصر وما بين لعيبه كوت ديفوار هتلاقيهم التلت اللي هو في نص الملعب، يعني من بعد ال 18 بتاعنا، فبتيجي بتلاقي اللعيبه بتاعتهم ما بتاخدش مساحه خلفيه اكتر من ان هم يبقوا على الدايره. صح، فدي المساحه اللي تقدر تعمل فيها سرعه وتقدر تستفاد بسرعات محمد صلاح. فهو دلوقتي حتى يمكن علشان هم لعيبه محترفه كلهم بيلعبوا في اوروبا وبيلعبوا في الكلام من ده، فهم بالنسبه ليهم محمد صلاح يعني شايفينه زي لعيب اوروبي. مظبوط، ما بيبصوش على ان هو مثلا زي مثلا اللعيبه الثانيه اللي هو جاي لازم يمسكوا ثلاثه واربعه ويتحط تحت ضغط، لكن هو لعب مع الباك بتاعه، ما تلاقيش الضغط اللي موجود من اللاعبين الاخرين ان هم قافلين وزحمين على المكان. ده كلام مظبوط. صح، بس في نقطه مهمه كمان تقول لكم قد ايه كلام الكابتن اسامه والكابتن هشام مظبوط جدا، في فكره ان اللعيبه نازله مركزه وشايله المسؤوليه وعندها اراده وتصميم على مش النصر بس على ان هم يبذلوا كل اللي عندهم ويسيبوا الباقي على ربنا. انه ابو جبل نزل في وقت في منتهى الصعوبه، خطورة. يعني كلنا حطينا ايدينا على قلبنا لما الشناوي اللي هو السد العالي بتاع منتخبنا وباعث لاطمئنان للدفاع وكذا وكذا، لما اتصابوا خرج كلنا حطينا ايدينا على قلبنا. الحقيقه ابو جبل نزل طمنا، واداؤه في البنالتيات كمان واحد من اسباب الفوز. مظبوط، مفيش شك ان الشناوي وابو جبل هم افضل حارسين في مصر دلوقتي، في حراس كتير جيدين، ولكن هم فعلا الاول والثاني بتوع منتخب مصر، او يمكن قريبين جدا من صحيح بعض. صحيح، والموقف ده حصل قبل كده مع ابو جبل برضو لو تتذكر في مباراه اعتقد ليبيا او الجابون، هناك الشناوي برضو تعور ونزل. صح، وبرده نزل ادى نص ساعه هايله جدا. مظبوط، فالنهارده ميزه في اللعيب اللي عنده خبره واللعيب اللي وقف كتير سواء بقى مع الزمالك في ماتشات افريقيه او مع المنتخب او كده، نازل مش مهزوز، ده شايل جون اكيد طبعا بعد ما نزل يمكن ب 30 ثانيه او دقيقه الكره اللي عملها له يعني، حتى لسه ما دخلش في جو المباراه، بس ده معناه انه نازل مركز. مظبوط، كان مركز جدا وواضحه كمان جدا في ضربات الجزاء. مظبوط، فهو الشناوي ادى بشكل حلو قوي لغايه لما طلع، وابو جبل لما نزل ما كانش فيه اي خوف ولا فرق وادى بشكل كويس، ودي ميزه ان عشان كده اللعيبه اللي بتبقى موجوده في دكه البدلاء مؤثرة جدا فوق ما يعني اي حد يتخيل. صح، لانه احيانا وبالذات كمان في الماتشات الكبيرة دي
انت ما بتعرفش مين اللي ممكن يقع منك في اي وقت. مظبوط. يعني الكلام مظبوط صح. انت اكرم توفيق في كلنا معولين عليه مثلا في اول خمس دقائق في المباراه اتصاب، فانت ما بتعرفش مين اللي هيتصاب امتى او مين اللي وخاصه احنا كمان في ظروف الكورونا والحاجات صح. دي لا الدكه دي مهمه جدا. افتكروا جده طبعا، جده هو اللي جاب لك بطوله امم افريقيه وهو احتياط عمره ما نزل اساسي. وبعدين كتير جدا البطولات اللي زي دي ساعات كتير جدا البطولات زي دي بتبتدي بناس ومع الماتشات بتلاقي صح. بتنهي بناس تانية. يعني حق. كل بطولات حتى في كاس العالم ده بيحصل، بتبدا بفرقه ومع الوقت بتلاقي واحد لا قدر الله اهو الدليل عندك واحد انت دلوقتي في اتنين انت معتمد عليهم اساسا، عمر كمال عبد الواحد واسمه ايه اللي مكان محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مكان الونش. بامانه انا واحد من الناس كنت متخوف جدا النهارده في الشكل ده، لكن بصراحه الاربعه اللي ورا النهارده اكتر من ممتازين. يعني من الاسباب الكبيره جدا الفوز طبعا الدفاع الفوز كانوا مميزين جدا جدا جدا، سواء عمر سواء ابو الفتوح سواء عبد المنعم سواء حجاز طبعا مع بقيه الفرقه. يعني طبعاً. الخطوره ما كانتش موجوده يا كابتن اسامه بنسبه كبيره، يعني هم منعوا الخطوره كلها على 18، يعني ما فيش حاجه مش هتلاقي فرصه حقيقيه بالنسبه يعني مثلا ما فيش ولا انفراد لكل بالظبط. ما هو ده اللي انا بقوله يعني ان هو كان التكسير بتاع ده وده نتيجه نص الملعب. طبعا نص الملعب يعني ساعدهم جامد جدا بالظبط. ده نتيجه نص الملعب عشان خاطر كانوا قافلين صح، فمش مديني المساحه اللي يقدر يستلم فيها، وكان مدي فرصه للمدافعين ان هم يقوموا بدورهم. التحركات اللي بيعملوها الفعليه اللي جوه الملعب دي كانت قايمه بدورها. طيب بما اننا بقى كسبانين وفرحانين ومخلصين الماتش واحنا هتجيب لنا حاجه حلوه؟ ايه؟ هتجيب لنا حاجه حلوه؟ انت خلصت 4 كيلو لب جوه يا كابتن هشام، انت هتتنفخ نفخه على انا عمري ما شفت حد من توتره والله العظيم كان عايز مقله جنبه، مقله لب جنبه. انا خلصت لا وعايز اقول لكم بقى مفاجاه كمان، انا الحقيقه انا اعرف هشام يكد يمكن من اكتر من 25 سنه وصاحب صديق عمره وكده، بس في مفاجاه اتفاجئتها النهارده. هشام يكن اللي هو صخره الدفاع وقلب الاسد واللي يفوت في الحيطه ومش عارف وجامد جدا النهارده بيغمض عينه في ضربات الجزاء. قاعدين بنتفرج وبتاع مره واحده بدور كده ويقول لي مش قادر اتفرج، اقول له نعم. فالحقيقه مفاجاه كانت عظيمه بالنسبه لي. فانا في جنوب افريقيا لما لعبنا ضربات جزاء مع الزمالك انا كان ماتش كوتوكو في استاد القاهره تمام. لما كسبناهم اخذنا البطوله ضربات الجزاء مش شفتهاش، ضربه الجزاء بتاعت مجدي عبد الغني في كاس العالم يا راجل كنت قاعد بص للجماهير بس ما بشوفش ضربات جزاء خالص ما تستحملش يعني ببقى عارف ببقى مشفق قوي على اللعيب اللي هيلعبها ولو ضيعها صح والظروف انت ممكن تبص بصه وبتوع كوت ديفوار بيلعبوا اللي هو بقى بشوف لكن بتوع لعيبه مصر مستحيل بص كده ان حياتي يقول لي ها ضاعت ها كذا. فالحقيقه اللي ملهاش كبير طيب طبعا. بسرعه بقى علشان الوقت. احنا دلوقتي بعدنا طموح طبعا احنا كنا حماده قبل الماتش ودلوقتي حماده تاني خالص دي حقيقة. موقعه المغرب موقعه في منتهى الصعوبه اولا عشان دربيات الشمال الغربي الشمال المغربي بتبقى صعبه جدا وفيها حساسيه طبعا. رقم اتنين الحقيقه المغرب من احسن فرق البطوله عامل 4 ماتشات كلهم ثبات في المستوى وعنده نجوم واشرف حكيمي مكسر الدنيا مظبوط ما في شك هتبقى مقابله صعبه جدا زي ما انت قلت من كمان الاضافات على قوه اللقاء موضوع اللقاءات العربيه صح يعني مصر مع الجزائر جزائر مع مصر تونس مع المغرب المغرب مع مصر كلها دربيات فما فيش شك فرقه المغرب واحده برضو من افضل فرق البطوله صح زيها زي ساحل العاج وهتبقى موقعها صعبه جدا ولكن انا اتمنى اللعيبه تفضل على تركيزها دوت وعلى الروح اللي بيلعبوا دي والحاله دي نتمنى الحاله دي لو استمرت فطبعا الماتش هيبقى 50-50 لان هم برضو من الفرق من اول البطوله الفرق اللي عندها تنظيم جيد جدا مظبوط يعني واضح انه اسمه خليلوزيتش واضح انه بقى له فتره طويله معاهم وعامل لهم الفرقه منظمه كويس صح. يعني في فرق عندهم فنيات او فرديات اعلى من المغرب
ولكن تحس ان في فركشه شويه، لكن هو من الفرق المنظمه جدا. صح. وبرده صلبين جدا في النواحي الدفاعيه. مظبوط. فالماتش هيبقى لا، وعندهم لعيبه كمان سواء طبعا بوفال طبعا. سفيان بوفال على الشمال، وطبعا حكيمي على اليمين. مظبوط. عاملين شوارع. شوارع. حكيمي هايل، بوفال هايل، سفيان مرابط اللي هو الوسط المدافع طبعا. كويس. الاثنين المساكين. ويمكن اقل حاجه عندهم حارس المرمى اللي هو بونو. هو بونو على فكره الماتش اللي فات كان وحش، بس قبل كده كان ماشي كويس قوي. عشان الغريب بقى في رايي هو اقل الخطوط، لان الخطوط كلها اللي قدام مكتمله. الغريب بقى ان هم عندهم الاثنين قلبي الدفاع هايلين ممتازين. بس انا من اول المرات اللي اشوف فيها الاثنين شول، يعني صعب جدا تلاعب اثنين الاثنين شول. سيرباكات الاثنين سيرباكات. بس لعيبه هايلين، لعيبه هايلين. ايوه صح. فهو فريق مميز. انا في رايي الماتش ده كابتن اسامه، كابتن هشام، عشان هو 50-50 وبعد الحاله بتاعتنا النهارده ابتدى عندنا ثقه في منتخبنا. هيديهم طبعا. لا الديربي متهيألي اللي هيكسبه هيبقى الاهدى. الدربيات اللي فيها حساسيه وفيها توتر وفيها نديه، متهيألي الهدوء هنا هيبقى عامل مهم. طول عمر الموضوع ده موجود كده، طول عمر المكسب. هتلاقي الفريق الاخر هتلاقيه دايما هو الفريق الاهدى، الفريق اللي بيفوز هو الاهدى في الطباع. في لعيبه بتخرج هم بيخرجوك. بص معظم الماتشات اللي في الجيربي اللي هي شمال افريقيا هم بينرفزوك. بيعرفوا ينرفزوك، يقع كتير على الارض، يسيب الكره ويروح لميها لك بعيد. انت فاهم يعني في الحالات يخبطك من خبطه كده من غير الحكم ما يشوف. هم بيعرفوا يتعاملوا معاك. وبعد كده عندهم دايما لازم تلاقي عندهم اثنين لعيبه طوال، ثلاثه لعيبه طوال في الكرات الثابته، لان معظم الكرات الثابته اللي بنخسر منها. صح. يعني ما لا بس انا اطمنت النهارده بعد العواميد النور اللي لعبناها النهارده في بتوع كاد برضه. لا هم بيتقنوا عمليه الهيدرز. صح. صح. بص الكرات العاليه. صح. والجزائريين والمغاربه عندهم اتقان في عمليه الكرات العرضيه. صح. معانا بالذات احنا. فانا بقول لك يعني مهم جدا انك انت تشتغل على الحته دي، ولازم. صح. هو يشتغل عليها الحته دي، ان هو يمنع الكرات العرضيه، يمنع الفاولات الكتير. ده الفاولات دي مهمه جدا. اشرف حكيمي الفاولات اللي على حدود ال 18 ضربات جزاء بالنسبه لي. بقول لك يا تامر، بص الحاجات عشان تكسب المغرب لازم تمنع الفاولات. صح. من يعني اقصى حاجه تلت الملعب بتاعك مفيش فاولات. تلت الملعب مفيش اللي هو ال 10 5 يارده 7 يارده ما يتحملش عليه. صح. الكروسات الكورنرات المان تو مان اثناء الكرات العرضيه والحاجات دي كلها. صح. توجه الجسم اثناء اللعب نفسه في الكرات اللي بتيجي بتتعمل كورسات. مظبوط. انت فاهم هو متحرك. انت فاهم الحاجات دي كلها لازم الولاد يتدربوا عليها كتير، لان هم عندهم الانطلاقه من الخلف. بس انا ابتديت اطمن شويه يا كابتن هشام، لانه لا غير الاداء، انه أنا كيروش واضح انه قرا كوت ديفوار كويس. طبعا. فيبدو ان هو بيجيد قراءه المنافس لما يركز له. طبعا. وبعدين فريق المغرب من المميزات اللي عنده انه دي بقى المفروض نقلل منها، زي ما قللنا النهارده من الخطوره بتاعت السنغال في استحواذ كوت ديفوار. من الاستحواذ فقفلنا كويس في الخط الخلفي وفي نص ملعبنا. مزبوط. قفلنا كويس جدا، ضيقنا عليهم مساحات. المغرب عنده ميزه المفروض احنا نلعب عليها، يعني نهدي الموضوع ده. هم عندهم بيلعبوا بريتم عالي على طول، يعني مش في فرق بتقعد تهدي زي ساحل العاج كده بيهدي. المغرب لما تشوف سريع. اخر ماتش ايقاعهم على طول سريع، يعني على طول قدام سرعات. دور ان انا اكسر الايقاع ده. المفروض احنا نلعب بالايقاع بتاعنا اللي هو يقدر يسيطر على اللي هو زهقهم يعني، وما استعجلش برضو في ان انا اندفع واكسب. يعني احنا لعبنا باسلوب شكله كويس قوي النهارده، واللعيبه ادته بشكل كويس. فاتمنى الحاجات دي تبقى مهمه في المباراه. وزي ما هشام قال الضربات الثابته هم مميزين فيها، والسيرتباكين اللي انا بقول لك عليهم رومانساس واللاعب الاخير اللي تنشوه بيطلعوا فعلا في الضربات الثابته هايلين. فطبعا الحاجات دي برضو تفاصيل صغيره في المباراه. اكيد كويس في منتخب مصر. وبعد كده بقى التوفيق بقى بتاع ربنا لنا. التوفيق مهم. طبعًا. يعني طبعًا. التوفيق برضو جزء في الماتشات الدربيات دي قوي. ساعات ممكن تشوط شوطه الماتش ده بيتحسب بتفاصيل صغيره. يعني ساعات لا قدر الله بيحصل لك اصابه في حد مهم قوي ياثر عليك ساعات ممكن. ففي حاجات. وفي ميزه حلوه كمان بقى، احنا هنلعب على ملعب كويس. ملعب الوحش بتاع النهارده ده خلاص مش هنلعب عليه. هنلعب على الملعب اللي قالوا عليه بتاع احمدي اهجو ده،
فان شاء الله احمد يبقى وشه حلو علينا ان شاء الله. شرفته النهارده كابتن اسامه ووشك حلو علينا. شرفته النهارده كابتن هشام ووشك حلو علينا على منتخب مصر. وان شاء الله ان شاء الله اللي حصل النهارده ده يدينا امل وطموح انه مفيش حاجه كبيره على ربنا ومنتخبنا قادر على انه يحرز التمنه ان شاء الله. باذن الله. شرفتوني ونورتوني.